بهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. أرحب بك سعادة السفيرة في نشرة أخبار الثالثة بهذه المناسبة، كلمة تودين توجيهها. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وفي البداية يسعدني أن أتقدم إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بأطيب التهاني بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو المجيدة، واللي مثلت حدثا فارقا ليس في تاريخ جمهورية مصر العربية الشقيقة فحسب، إنما في الوطن العربي والمنطقة والعالم، حيث كانت مبادئها الست انطلاقة لمرحلة مهمة في مجمل المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي، وشكلت ولا تزال جزءا مهما في الذاكرة السياسية والاجتماعية لدول وشعوب المنطقة، لتنطلق بعدها الدولة المصرية والأمة العربية في طريق التنمية والتطور لصالح شعوب. نعم سعادة السفيرة، يعني بهذه المناسبة كيف تصفين العلاقات البحرينية المصرية؟ العلاقات البحرينية المصرية تشهد باستمرار خطوات وتحركات لتعزيزها والوصول بها إلى أعلى مستويات الشراكة الاستراتيجية، وكل ذلك بفضل الروابط القوية اللي تجمع بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورؤاهما الحكيمة وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات إلى آفاق أرحب. حقيقة أن الحديث عن العلاقات البحرينية المصرية في إطارها التاريخي والمعاصر لا يمكن اختزاله في الكلمات، لأنه يحتاج إلى مجلدات تسرد وتوثق هذه العلاقات الفريدة في جوانبها السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية. ولكن ما يمكن التركيز عليه في هذه المناسبة وبهذه العجالة هو التفاهم بين البلدين والحرص الكبير والمشترك على دعم الجهود الرامية إلى إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار للأمة العربية ولكافة دول العالم. أما على المستوى الاقتصادي وهو الملف الأهم، فإن البلدين لديهما تعاون اقتصادي وثيق، ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار حتى عام 2023، وهناك نحو 216 شركة بحرينية تعمل في السوق المصري برأس مال يقدر بنحو 3.3 مليار دولار. ومن أبرز أطر هذا التعاون المتميز تشكيل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي اللي كان اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، وتم توقيع على 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم للتبادل التجاري بين البلدين، وطبعا بالإضافة إلى التعاون الكبير بين البلدين في المجالات العلمية والصناعية والثقافية والفنية، في ظل ما تمتلكه مصر الشقيقة من ثراء فكري وفني أسهم في صياغة وجدان الشعوب العربية، وما لديها من إمكانيات بشرية ومبدعين من علماء وفنانين وأطباء ومعلمين تجاوز عطائهم حدود وطنهم ليسهموا في نهضة كل الدول العربية. وفي الختام أجدد تهنئتي للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنية لمصر وشعبها الكريم دوام الأمن والتقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير وأمن ورخاء. نعم شكرا لك سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.